لما تكون ساكنة. يعني شنو لما تكون ساكنة؟ تلفظ أ لما تكون ماكو عليها حركات. شوفوا ماكو عليها لا ضمة لا فتحة لا كسرة، وراح تلفظ ت من تكون عليها حركات. خلينا نشوف مثال. مثلا إذا عليها فتحة هتلفظ ت ت، لما تكون عليها ضمة هتلفظ تو تو، لما تكون جواها كسرة هتلفظ تي تي. خلينا ننطق مثال. مثلا كلمة ناهدة تلميذة، نا د ناهدة. شوفوا وحدها تلفظ ناهدة، شوفوا اللفظة أ، بس إذا أخلي فوقها ضمة صارت كلمة ناهدة تو، اللفظة ناهدة تو. مثلها كلمة تلميذة، تل مي ذا تون. شوفوا تلميذة وحدها تلميذة اللفظة أ، بس أحط عليها تنوين ضم تصير تلميذة تون تلميذة تون. زين حس السؤال هنا حيكون مس أني شلون أفرق بين التاء الطويلة والتاء المربوطة بشكلها، الآخر المتصل أو الآخر المنفصل، شلون أفرق بين هاي وبين هاي؟ لما تكون عليها حركات، هذه لما تكون عليها حركة حتلفظ ت ت مثل هاي. زين أنا شلون أعرف شو وقت أكتب التاء المفتوحة الطويلة أو التاء المربوطة؟ خلينا نشوف شلون. من تجينا كلمة، التاء هاي إحنا تعلمناها تجي أولية وسطية آخرية. حطيكم مثال. مثلا كلمة ت بالبداية، تمرن تمرون، هاي ما أخذيها جتي بالبداية ت. أو كلمة يكتب، يك تو بو، جتي بالوسط يكتب جتي بالوسط. أو مثلا كلمة بيت، بي ت بيت، جتي بالأخير. تجي ممكن تكون أولي، ممكن تكون وسطي، ممكن تكون آخري. هاي التاء الطويلة، هاي التاء ما تكون لا أولية ولا وسطية، تجي فقط بالأخير، فقط بالأخير. خلينا نشوف الكلمات اللي أخذناها بدرسنا. قلنا ناهدة جتياتها بالأخير، تلميذة جتي بالأخير. مثلا كلمة كرة، كرة جتي بالأخير. كلمة ساعة، ساعة جتي بالأخير. شوفوها كلها جتي بالأخير، أبدا هاي ما تجي لا أولي ولا وسطي، دائما تجي بالأخير. بس هذه ممكن إحنا عدنا بهاي لما تكون التاء آخرية، وشون أفرقها إذا كانت هاي طويلة أو هاي مربوطة. خلينا نشوف. مثلا عدي كلمة بيت، بيت إذا حطيت لها حركة صارت بيتو بيتو، وهاي كلمة ساعة إذا حطيت لها حركة صارت كلمة ساعتو، دائما قبلها مفتوح ساعتو. هاي بيتو تو، وهاي ساعتو تو. زين أنا شلون حفرق أكتب هذه تاء طويلة وهذه تاء مربوطة؟ ماما من تكون عندي تاء بالأخير وأحير بيها أشوفها طويلة لو مربوطة، أنا ما أعرف شلون حعرف؟ أخلي الكلمة ساكنة. يعني شنو ساكنة؟ يعني هنا أنا مو عندي ضمة وهنا عندي ضمة، من تجيني كلمة بالأخير بها ت أوخر الحركة من عندها. يعني مثلا هنا أنا كلمة بيتو، بيتو جتني بها ضمة، حضم الضمة أوخرها فأقراها بيت بيت، بقيت أقراها ت، بقيت أقراها ت. إذن هاي تاء طويلة، تاء طويلة. نجي على كلمة ساعة، تو أضم الضمة، ساسة
ساعة ساعة، قريتها أ، قريتها أ. مثلا هنا ماكو عليها حركة، افرضوا عليها مثلا فتحة، أضمها أو ضمة. كرة، أضم الحركة أقراها كرة. كرة. تلميذة، أضم الحركة أقراها تلميذة، تلميذة. ناهدة، أضم الحركة أقراها ناهدة، ناهدة. فمن هاي الطريقة أفرق بين التاء الطويلة والتاء المربوطة، إنه التاء الطويلة إذا شلت الحركة منها أني حبقى أقراها ت، حبقى أقراها ت، بينما التاء المربوطة إذا شلت الحركة منها راح أقراها أ، راح أقراها أ. مثلا أعطيكم مثال لأخ كلمة زيت، ز إي زي تو، زيت زيت، أو خلينا نسويها زيتون، زيتون. وأعطيكم كلمة بطة، ب ط تون، بطة. زين، أني أجي على هاي الكلمة اللي هي زيتون، أني مدى أعرف أكتبها؟ أكتبها تاء مربوطة لو تاء طويلة؟ أني راح أشيل تنوين الضم، راح أقول زيت، زيت. قريتها ت، إذن هاي أكتبها تاء طويلة. نجي على هاي، بطتون، بطتون، أشيل التنوين، خلي أشوف شلون حقراها، بط بطة، بطة. قريتها آ، ما قلت بطت، ما قلت بطت، ما قلت ساعة، ما قلت كرة، ما قلت تلميذة. ما يصير ألفظها هيج، أقول تلميذة، كرة، ساعة، بطة. فمن هاي الطريقة أنا حعرف أفرق بين التاء الطويلة والتاء المربوطة.